بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دلوقتي الاكسرسايز نمبر 4 جوه نفس الموديول 2 اللي هو انستول ذا سيرفر دومين كنترولر. الاخير دوت اسمه ريموف ا دومين كنترول. ده اخر درس بيقول لك ازاي اعمل ريموف للدومين كنترولر من عندي. هنكتب دي سي برومو، ده الامر بتاعنا، دي سي برومو سبيس خلاص، واول ارجمنت او بارامتر ادمنستريتور باسورد. لا اقول بقى نسينا برضو، لازم نقول برضو الاول ان اثنت، تمام. بعد كده وراها على طول مسافه ادمنستريتور، غلط، ادمنستريتور باسورد كولون، واكتب الباسورد بتاعي تمام، ورس انتر. هيبدأ يفاليديتنج الانفايرمنت والبارامترز اللي موجودة، ويشوف هيقدر هيشيل الايه هيرموف الدومين كنترولر اللي احنا كنا عملناه. زي ما احنا شايفين يعني بدأ ستوبنج السيرفيسز بقى اللي هو شغالها. طبعا لو عايزين نرجعه طبعا وقف كل ستوبنج حتى جروب ريس كل حاجة، وبدأ ستوب ويرستارت الايه السيرفر بتاعه. طبعا لو احنا عايزين ريكرييت الدومين كنترولر خلاص الامر بتاعنا بقى معروف، اللي هو الدي سي برومو والاتند والريبليكا، او بنحدد بقى الايه الريبليكا اور نيو دومين، وبنحدد الايه الريبليكا دومين دي ان اس نيم، وبنحدد كونفيرم جي اس، وبنحدد اليوزر نيم بتاعنا او اليوزر دومين واليوزر باسورد واليوزر نيم والباسورد وسيف مود ادمن ايه ادمن باسورد. بكده بالبارامتر دي او بالارجمنتس دي بنحدد الايه او بننزل او بنسيت اب الدومين كنترولر خلاص. اما لما يجي نشيله بقول له بقى ديس برومو برضو برضو بنبدا بيها نفس القصه، بس ما بنحطش غير الادمنستريتور باسورد بتاعنا، بس هو اللي يخلينا نشيل الايه نشيل الدومين كنترولر اللي حصل. ادي كنترول الت ديليت، عادي بقى فاينل فيجن على ادمنستريتور. دخلت بالباسورد بتاعنا، هيبدأ يفتح خلاص تمام كده. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ عملنا ريموف للدومين كنترولر بتاعنا. ممكن نكون خلصنا الموديول 2، هنبدأ ان شاء الله في موديول 3 اللي هي كريتنج اند مانجنج ا كاستم ام ام سي.